متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، والتي تشير إلى وجود تشكيلات من السحب على ارتفاعات مختلفة ظهرت في مناطق متفرقة من المملكة، إلا أن بعضها تحول إلى النوع الممطر، وتحديدا في هذه المناطق تقريبا إلى الجنوب من القصيم شمال منطقة الرياض إداريا، ووصولا إلى السواحل الشرقية من المملكة تقريبا إلى الشمال من الجبيل. هذه السحب تحولت إلى سحب وغيوم ممطرة. ذات الأمر نستطيع أن نراه عبر خرائط المعالجة الحاسوبية لكميات الأمطار، والتي تشير إلى وجود حزام من الأمطار المتفرقة التي قد تكون رعدية أحيانا، ممتدة من المناطق الجنوبية للقصيم مرورا في شمال منطقة الرياض إداريا وليس المدينة، ووصول إلى المناطق الشرقية وتحديدا منطقة شمال الجبيل، وهذه المناطق تتعرض لأمطار من حين إلى آخر. ذات التوقعات الحاسوبية تشير إلى استمرار فرص الأمطار هذه الليلة في ذات هذه المناطق بمشيئة الله تعالى، وتركزها مع ساعات فجر يوم غدا في المنطقة الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. غدا نهارا يتوقع أن تبقى الأمطار واردة في هذه المنطقة، ربما تتهيأ فرص غدا لبعض الزخات الخفيفة المحلية من الأمطار في مدينة الرياض، ولكنها تكون متباعدة زمنيا وجغرافيا كما نلاحظ عبر هذه الخرائط. من المتوقع استمرار فرص الأمطار في تلك المناطق خاصة في ساعات ما بعد العصر والمساء. أما يوم الأحد فسنلاحظ أن هناك تبقى فرصة الأمطار واردة في مدينة الرياض، لكن على شكل زخات أغلبها محلي خفيف، لكنه تدريجيا خلال ساعات نهار يوم الأحد تشتد فرص الأمطار كلما اتجهنا باتجاه القصيم، ثم تنتقل هذه الأمطار شمالا لتشمل أيضا منطقة حائل في وقت ما نهار يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية متوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، أجواء تكون غائمة جزئيا، درجة حرارة صورة 13 درجة مئوية، والطقس يميل البرودة في ساعات متأخرة من هذه الليلة. أما غدا نهارا فكما ذكرنا في العاصمة الرياض هناك فرصة لبعض الزخات الخفيفة المحلية من الأمطار، ودرجة حرارة العظمى 19 درجة مئوية في ساعة النهار كحد أقصى. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في مدن ومحافظات المملكة، والتي نبدأها شمالا، نبدأها من سكاكا 18 إلى 6، عرعر 16 إلى 5، وفي تبوك 19 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون في مكة المكرمة 31 إلى 20، في الطائف 21 إلى 12، وفي المدينة المنورة 24 إلى 17، وفي جدة من 31 إلى 21 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في جازان 28-24، في أبها 21-9، وفي الباحة من 19-11 درجة مئوية. في الإحساء شرقا تكون 21-12، في الدمام من 23-13 مع فرص لبعض الأمطار المحلية، وفي حفر الباطن من 19-10 درجات مئوية. نختم في العاصمة الرياض 19-12، في المناطق الوسطى هناك فرصة كما ذكرنا لبعض الأمطار غدا الخفيفة، في بريدة من 19-10، أما في حائل فتكون العظمى 16 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصورة 5 درجات مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تكون في العاصمة الرياض على النحو التالي: فرص لبعض الأمطار كما ذكرنا، إذن غدا يوم السبت من 19-12 تبقى هذه الفرص ليوم الأحد، إجمالا هذه الأمطار كما ذكرنا خفيفة متباعدة زمنيا وجغرافيا، ليست أمطار غزيرة، تكون العظمى 19 الصغرى 12 درجة مئوية، ترتفع قليلا يوم الاثنين لتسجل العظمى 21 درجة مئوية في ساعة النهار، وتكون الصغرى 10 درجات مئوية. إذن هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم بخير، إلى اللقاء.